هذا السائل حسن من الجمهورية العربية السورية يقول في هذا السؤال: ما الحكم في تقبيل المصحف الشريف ووضعه تحت الرأس أثناء النوم وفي وسادة الأطفال الصغار ليكون حرزا لهم من الشيطان والخوف؟ وما الحكم في حمل المصحف الصغير في الجيب؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن المصحف الشريف يجب احترامه ويجب أن يصان وأن يعظم ويكرم، لأن فيه كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يجعل تحت الرأس ويتخذ وسادة للكبير ولا للصغير، لأن في ذلك امتهانا له ونقصا من قدره، وإذا انضاف إلى ذلك اعتقاد اتخاذه حرزا للإنسان أو للأطفال فإن ذلك لا يجوز. لا يجوز اتخاذ القرآن حرزا يعلق على الإنسان أو يجعل تحت وسادته أو ما أشبه ذلك من الاعتقادات. وأما جعل المصحف في الجيب فلا بأس به إذا احتاج إلى ذلك وحصل للقرآن صيانة عن الامتهان وعن دخول المحلات غير المناسبة كدخول الخلاء. إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يخرج المصحف من جيبه ويضعه في مكان مناسب لأن يخرج ولا يدخل به الخلاء. نعم.